السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قداسة البابا توادروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا يوليوس النائب الباباوي والأسقف العام لكنائس مصر القديمة، السادة الوزراء، السفراء، الحضور الكريم. من قلب هذه البقعة الطيبة أرحب بكم جميعاً في واحدة من المناسبات الهامة، مناسبة افتتاح الكنيسة المعلقة بعد إنهاء ترميماتها، مناسبة إنقاذ أثر بالغ الأهمية في تاريخ الحضارة المصرية، مناسبة تشعرنا جميعاً بالفرحة والسعادة. إنها الفرحة والسعادة التي تغمرنا كلما أنقذنا أثراً من الخطر أو توصلنا لكشف يزيد من قناعتنا بأن هذه الأرض هي مهد الحضارة وفجر التاريخ. لا أتحدث اليوم بصفتي وزيراً للآثار فقط، بل كمواطن مصري يعي تماماً ما تمثله هذه اللحظة الفارقة في تاريخنا من أهمية. ففي اللحظات الفارقة يتحول الحجر إلى رمز والتاريخ إلى حصن يساهم في الدفاع عن الحاضر ويصبح ممراً إلى المستقبل ويواجه من يحاولون استخدامه كعنوان للإرهاب. شخصياً أشعر بسعادة غامرة بهذا الحدث الذي يتم في منطقة فريدة على مستوى العالم، منطقة مجمع الأديان، في وقت يعاني فيه العالم من الاستخدامات المتطرفة للدين. تفتخر مصر بأنها تحتضن الأديان الثلاث في مكان واحد في تناغم، يقدم صورة حية لشعائر ما تزالت تقام، ويختلط أبناء الوطن في طريقهم إلى المسجد والكنيسة دون أن يميز بينهم أحد. كثيرون أسهموا في دفع الأحداث كي نصل إلى هذه اللحظة السعيدة، لهذا لا يجب أن تنسينا سعادتنا وفرحتنا بالافتتاح أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في ترميم الكنيسة وعمل جاهداً إلى إخراجها بهذه الصورة عبر رحلة بدأت من عام 1998. وجدير بالذكر هنا أن نعلم أن هذا المشروع بدأه السيد مهندس إبراهيم محلب وهو على رأس العمل بالمقاولين العرب، واليوم يفتتحه وهو على رأس الحكومة المصرية. ولا ننسى أيضاً التعاون المثمر بين جميع أعضاء الكنيسة وعلى رأسهم نيافة الأنبا يوليوس مع المجلس الأعلى للآثار ثم وزارة الآثار ممثلة في قطاعيها للآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المشروعات. كما لم تبخل الدولة على هذا المشروع بالجهد والمال، وتضافرت الجهود من أجل صيانتها والحفاظ عليها، لنجد أننا في النهاية أمام مشهد حقيقي من مشاهد الوحدة الوطنية. إن أي حديث عن قيمة كنيسة العذراء أو الكنيسة المعلقة كما تعرف بها لا يفي بحقها. فهذه الكنيسة التي بنيت في أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الميلادي اتخذت مكانة فريدة في تاريخ الكنيسة المصرية، فقد كانت أول مقر باباوي في القاهرة منذ القرن السابع وحتى القرن الرابع عشر، وكانت لفترات كثيرة في العصر الإسلامي يتم فيها رسامة البطاركة ويعقد فيها الكثير من الاحتفالات الدينية، وهي باختصار تستعيد مع غيرها من الآثار القبطية والإسلامية الروح المصرية الأصيلة، تلك الروح التي يحاول البعض أن يسلبها منا، لكنها ستظل باقية إلى يوم الدين. ولعل اهتمام السيد رئيس الوزراء والبابا توادروس الثاني وهذا الجمع الكريم بالمشاركة في افتتاحها دليل بالغ الأهمية على أن هذه الروح ستظل تحلق حولنا حتى لو ظن البعض غير ذلك، لكنها ستبقى لتجمع بيننا وتواجه كل محاولات النيلة منا. والسلام عليكم ورحمة الله.